هي حالي والحال كتير تعباني يا بابا، فتيت وما لعبت، فتيت وما لعبت، فتيت وما لعبت، فتيت وما لعبت. هلأ رح نسمع سوا فتت ما لعبت. فتت ما لعبت بالاشتراك مع راديو سمارت. ممكن لو سمحتوا يعني إذا بتريدوا بليز يعني سيد مودي يعني إنه تشيلوا هالزفت الضراب الصخم من إيدكم، يعني هاي قهوة عادية مو كافينيت. أوه يلا يلا one minute، بس عم بحكي مع قصدي عندي شيء مهم على الواتساب. نعرف شو الشيء المهم سيد مودي. يلا يتم عليك، ما عم تلحق من موبايل لموبايل ومن تشات لتشات. ليك موبايلك الثاني عم يضوي، بيكون وصلك الرد، رد عليها انا بداله ولا ما تقلق. لا تقلق ابو الفيد، كله اندر كنترول. بس وين الشباب؟ استفدوهم بالله. وبعتت مسج لمدلل امه فراس الواس، خبرني انه كان واقف عند حاجز السبع بحرات وفيش الكيلوت تبعه بس على الطريق، علق بيحكي لنا مغامراته على الحاجز. وين بعثت له؟ يا الواتس. نو واي، لك اسمه واتساب. انتو السوريين كل شي بتختصروا، يا ريت يكون الاختصار صح. الفيسبوك بصير اسمه فيس، الواتساب بصير اسمه واتس، سكايب بصير اسمه سكايبي. أوه. هذيك المرة كنت عم أصفن إنه ال خود حان الآن موعدكم مع محاضرة اليوم الثقافية. إيه سيب بهاء، هات لنشوف شو كنت عم تفكر أتحفنا. إيه خلصنا عاد بلا بياختك. كنت عم فكر بالمصطلحات الحديثة المتعلقة بالتكنولوجيا ومدى قصور اللغة العربية على استيعاب هالكم الهائل من المفردات اليومية وثقافة شبكات التواصل، وبالإضافة لذلك دخولها القسري على حياتنا وإضاعة وقتنا فيها والعالم الوهمي الكبير اللي عم نعيش فيه من خلالها. أنا فتحت حساب على الفيسبوك وفتت شوف شو فيه، كله عالم مزيف وغير واقعي وبيقتحم حياتك الشخصية خاصة مع وجود الموبايلات الحديثة. مشان هيك لساتني على حبيب قلبي موبايلي الغالي يلي ما بغيره. ايه دخيل ثقافتك. شبكات التواصل بالنسبة لي امتداد لحياتي اليومية، ما بقدر اقعد خمس دقائق بدون فيسبوك عفوا. بحوص وبضوج. بعدين السمارت فون خلاك موصول بالعالم بشكل دائم لتعرف شو عم بيصير والتغيرات السريعة. اخي غير شكل وقت بتكون مع العالم لحظة بلحظة. هولي جود، جروب اخبار سوريا قال في انفجار ضخم بدير الزور، عم بير النفط. خليني اشوف، مو معقول شو بغطي النت. لا، جروب شباب اخبار سوريا نفوا الخبر، اشاعة غير مؤكد، ما في اساس الكلام. انا هسه كنت هناك وماكو شيء. ماكو شيء؟ هاي مو لهجة ديرية. بعمرك سمعت مهيدي يقول ماكو غير وقت بده يغني لنا الناظم الغزالي؟ شفت شلون بيخلق لك عالم وهمي؟ يعني انت هسه قريت هذا التعليق يلي واضح انه يلي كاتبه مانو ديري ولا له علاقه بالدير. خياني خوالي من الرقة وعارف لهجه الديريه وصدقته، يعني يجوز يكون عم يكتب من الطاوله الورانا. بعدين جروب اخبار سوريا اكد الخبر وجروب شباب اخبار سوريا نفوا الخبر، يعني دخلك شنو الفرق بين هالمجموعتين الاخباريتين الهامتين سيدي الكريم؟ واحد ثورجي والتاني شبيحه ومؤيدين تاج راسي. أهلين، هلا هلا. لك قلقنا عليك يا زلمة، وينك؟ أهلين بالشباب، كنت على حاجز الإطفائيين، شافوا نفوس حمص وباب سباع، هلا كوني تفتيش وأسئلي وأخذوا عطا. لك الله يلعن أختها الحالي. لك لا تظلم العسكري المسكين الواقف على الحاجز، شغلته يعمل هيك مانو كتير سعيد، لا تشمله بكرامك معل. إيه بدي إشمال وبدي إلعان وبدي إشتم لسا. بعدين مبارح كنت صافف معنا ونحن عم نحكي على الحواجز وتدخلات السافرة بالسيادة الوطنية. لك يا سيد لؤي، كنا عم نحكي عن الحواجز يلي عليها عسكر مو سوريين، وأنا ضدها جملة وتفصيلا. بس الحاجز يلي عليه عسكري سوري، انتبه عم قول سوري، أنا عم أحكي عن الجيش، الجيش هو الأمن تبعي. إيه أما أنا بوحدي تفكر أبدا. Another one، انفجار تاني جنب الأولاني يا شباب. ولك قلنا لك نفو الشباب. لك تضربوا أنتو والجروبات تبعكم، عندي جروب أهم منهم كلهم من قلب الحدث. لحظة لشوفوا شو حاكي. ما شاء الله كل واحد عنده جروبه كمان. خيو الانفجار الأول مؤكد بس الثاني منفي. منفي ومؤكد، مؤكد ومنفي،
الحقيقة عند الحداد، والحداد بده بيضة، والبيضة بطيب. نعم، شرف الأخ فراس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا حي الله. لك أهلين بالحجي، طولت علينا شيخي فقلقنا عليك. جزاكم الله خيرا يا أبنائي، كنت في خلوة أدعو الله لكم. إيه لا تسوق فيها بلا ما استلمت، وقلنا ليش تأخرت، هات لشو. لا دخيلة، كله ولا لسانة. يا سيدي، حاجة سبب إحراج جاني اليوم، صاير إطلاق نار قريب من ساحة الشهبندر، وقال لاعطين سيارة مفخخة وعم يدوروا على الثاني، شاكين إنه بدها تفجر عند البنك المركزي أو عند المحافظة، هيك قالوا. ساحة الشهبندر، البنك المركزي؟ لك هذا قريب من بيتي، وأهلي عندي. لك شوفولي، شوفولي الفيسبوك، الواتس، الجروب، لك أي شيء؟ طول بالك، طول بالك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليش أهلك مو عند أختك بطرابلس؟ لك جم الأسبوع الماضي الوالد ما عم يتحمل القعدة عند صهره. شو يا مان؟ هلأ كنت عم تحكي عن سخافة الجروبات. على كل رح أطمن لك، أنا عندي ما في شيء. إيه نص اللي عندك مؤيدين، والنص الثاني من جماعة الله يطفيها بنوره. إيه طبعا ما رح تعريب. إيه الله يطفيها بنوره، والله دعوة ممتازة، ليش ما بتحبوها؟ يا سيد فراس، الحكمة بتقول عقلها وتوكل، مو حرقها وعود على التلي وادعي انه يطفيها بنوروبة. لكن مو وقت فلسفتك اسعد هوية، شوفولي يعني، والله ما معي سمارت فون وما موبايلي ما عم يلقط مع امي ولا خط البيت حتى. انا ما عندي شيء. لحظة لحظة، كأنه ابو الزلف كاتب انه مين 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 عندك يا لها السخيف، انا عملت له بلوك من زمان. هذا واحد طائفي موتور، شلته من زمان هو والشبيح الثاني، ولك اسدي للعظم. لك يضربوا اثنيناتهم اللي يلحقهم سمير، كله بيشعر على كيفه. لك منو هذول؟ لك هلا مشان الله بس شوفوا لي ايش صاير بساحه الشهبندر. لك والله ما قام يلقط الخط. هيدول ثوار الفيسبوك الاشاويس وحمات الوطن الصناديد. عفوا، ثوار فيسبوك؟ صار له ثوار كمان. منظري ثوره السيد لؤي ابو عقاب الغالي. فشرت ثورتي، ما بدها منظرين، الشعب السائر وثوار الخناديق هني ممثلي الثورة الحقيقيين. بس هدول مصدرين حالهم على انهم مثقفين الازمة، ولو متابعين وشي 50,000 لايك على عطسة، لانه الفيسبوك لامم عالم من كل محل، وشي بطعمة وشي بلا طعمة. وعلى اي اساس بالله هدول صاروا من المشاهير؟ شو تاريخهم؟ شو اسهاماتهم على الثقافة والفكر بالبلد او الثورة يا سيدي او اي شيء؟ كيف بيصيروا مصدر مسؤول والناس ما بتعرف عنهم شيء؟ هذا اللجنان تبع الفيسبوك وتويتر، اي حدا فينه يصير شخصية اعتبارية هو لا شيء. ما مشكلتي معهم، كل انسان يكتب يلي بده، هو حر. بس المشكلة الحقيقية مع محبك جيته، كنا بنحبك جية واحد، صرنا بنحبك جية مئات الشخصيات، ولن بنحبك جية كمان. الو الو، مثل ما الفيسبوك وتويتر كان لهم دور كبير بنقل الصورة والواقع، مثل ما لهم دور بتشويه الواقع وتحريض العالم. لك خرباني خرباني شباب، أني ماشي بي صوت رصاص قريب من البيت والاتصالات انقطعت. ايه طيب، وين رايح واذا فيها رصاص؟ مش ايه انا رايح معه. لك طولوا بالكم لنفهم شو القصة. لك استنى استنى، هلا بفتح الجروب، طولوا بالكم. بلا جروبات بلا شو بسوي، قوموا مع الزلمة. كنتوا عم تسمعوا حلقة من مسلسل فتة ملعبة. هذا المسلسل سيناريو وحوار من راديو السورياني، الإنتاج بالاشتراك مع هوا سمارت.